السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الإكيوبمنت. لو أنا دوست هنا هيبدأ يجيب لي كل الإكيوبمنت اللي موجودة في المشروع. أقدر أعمل سيرش عليهم، أقول له أنا عايز أقول الإكيوبمنت، أو أنا عايز الإكيوبمنت اللي اسمها كذا، أحدد اسم إكيوبمنت، يعني مثلا اللي اسمها ABL، تمام. وبعد كده أدوس إنتر أو سيرش، يبدأ يعمل سيرش يجيب لي اللي فيها الكلمة ديت او التايب. ابدا اختار النوع، اخترت كذا نوع اهوت، اقول له سيرش يبدا يجيب لي الانواع ديت. او الديسكريبشن او اللوكيشن او الستاتس او البامب سايز، يعني كل دي فلاتر اقدر اختار من خلالها. او التاريخ، اقول له انا عايز الكومنت اللي من تاريخ كذا تاريخ كذا تركبت، او الموديل او امر الشراء. كل الحاجات دي نقدر نعمل سيرش من خلالها عشان نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. طيب لو انا عايز اضيف اكيومنت جديده، اقول له اد. في حاجات اجباريه، الاسم طبعا اجباري، اقول له مثلا اير هاندلنج يونت 03. التايب طبعا دي اير هاندلنج يونت. الديسكريبشن اللوكيشن، تحدد المكان موجود فين. فبقول مثلا موجودة في الدور الثالث في الروم رقم 304 set location. الستيتس ممكن اقول له خلاص installed start up. البامب سايز، الاسيت اي دي ببدأ اكتبه، السيريال نمبر بتاعها، الباركود اللي هي الشروط ديت، بحيث ان المكنة تقدر اول ما تعدي على الشروط ديت يقدر يجيب لي الرقم بتاعها. تاريخ الشراء، تاريخ التركيب، وهكذا. تقدر تحدد كل التواريخ ديت عشان يبقى ايه سهل، ان عارفين اتركبت امتى واشتريناها امتى والحاجات دي كلها. الحاجه اللي بنلاقيها جنبها العلامه دي، يبقى دي حاجات خاصه بملف الكوبي، والاحمر دوت معناها ان دي ريكوير لازم تتكتب. اقول له سيف، فتبدا تتضاف عندي. ويبدا ده هنا التشيك ليست بتاع المكنه ديت. لو انت عايز حد مثلا يبقى يفحصها او يبقى فيه ورقة خاصة بالشيك ليست، هقول له لينك شيك ليست. تقدر تعمل سيرش على أي شيك ليست تروح مختارها شكل دوت مثلا. شيك ليست دي العامل بيبقى عنده ورقة كده أو من خلال التابلت، ويروح معلم اه في مثلا مشكلة في الحاجة ماشية تمام وهكذا. تعال حدد الشيك ليست اللي المفروض إنها تبقى موجودة، وتقول له سيف أند كلوز. لو في اي ايشو تقدر تضيف الايشو خاص بالمكنه ديت. التاسكات المهمه، يعني مثلا ممكن تضيف مهمه معينه، عمل صيانه او عمل تعديل في الزيت او تعديل حاجه او هنغير لها حاجه معينه، فتقدر تحط الاي دي بتاعها، الاسم بتاعها، التاسك بتاعها، الديسكريبشن، الاسكادول فور، اللوكيشن، مين اللي هيقوم بالمهمة ديت. تمام، لازم تحدد شخص معين هو اللي يقوم بالمهمة ديت. ممكن تعمل سيرش من خلال الفيرست نيم، تبدأ تكتب او لاست نيم او الرولز، تختار مثلا ارتك او من خلال اسم الشركة. وبعد كده تقول له سيف. فدي خاصة بالتاسك، يعني في تاريخ معين هتجيلي رسالة يقول لي خلي بالك انت في مهمة معينة المفروض تعملها. وهنا الاشيو ده الشيك ليست، الاكيوبمنت، الاتاشمنت، لو مثلا صورت صورة روح عامل لها اتاشمنت هنا، او في اي ملف وورد، في ملف بي دي اف، لو في اي كومنتات، لو في اي حاجة في هيستوري هتبقى موجودة هنا. نرجع تاني للاكيوبمنت. نقول له احنا عايزين الاير هاند يونت، فيبدأ يعمل فلتر. انا اختار الاير هاند يونت ديت، ادوس عليها مرتين. هتلاقي كل المعلومات، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا في البروجكت ادمن، تجهز بقى الاعدادات بتاعه الاكويبمنت. لو في اي حاجه جايه من بنت تمستنج لو، بنشوفها هنا في الموديل.
هنا التايب تقدر تقول مثلا البمبات هيبقى فيها كذا، تقدر تضيف كاتيجوري جديدة. تمام، يعني عندنا الهاند يونت. طب لو انت مثلا عايز تضيف فان، هيبدأ يضيف لك الفان ده كاتيجوري نيم. الستة ست الكومبانيز كل الناس تقدر تشوفها ولا لأ. الاكيومنت تايب تقدر تضيف أكتر من تايب جواها، يعني مثلا فان سنترال فان مثلا. تمام، ده تايب جوه الكاتيجوري اللي اسمها فان. الستاتس تقدر تضيف اي ستاتس معينة، تقدر ترتبهم ترتيبهم، تقدر تضيف اي حاجة انت عايزها. الستاندرد بروبرتيز ممكن بعض الحاجات تشيلها بحيث انها ما تظهرش. تمام، وده نوع كل واحدة فيهم. تقدر تعمل كاستم بروبرتيز، تقدر تضيف خاصية جديدة، تحدد مثلا الليبل ده مثلا هنسميه وليكن مثلا اي دي اس مثلا، ده هيبقى نوع تكست ولا تاريخ ولا امضاء ولا رقم ولا تشيك بوكس ولا دروب داون، والديفولت فاليو بتاعتها كام، والريكويرمنت ولا لا، يعني هل لازم يكتبها ولا لا. تمام، دي انا حطيتها في الاول تايب، فخلاص هتظهر بقى مع كله. ممكن لو انا عايز مكان معين احدد المكان اللي انا هتظهر فيه واضيفها للمكنة دي بس.